طلابي في الصف الأساسي السابع، أتمنى أن تكونوا جميعكم بخير. سنبدأ اليوم درسا جديدا في مادة القواعد، وهو المفعول به في الصفحة 86. أرجو منكم أن تفتحوا الكتاب. أهدافنا لهذا الدرس أن نتعرف على المفعول به ونحدد موقعه من الفعل والفاعل في الجملة، أن نميز بين الفعل اللازم والفعل المتعدي، ونكتشف أنواع المفعول به، وأن نتعرف على علامات نصبه أيضاً، ونكتسب وظائفه. أولاً في التعريف، ما هو المفعول به؟ المفعول به هو اسم منصوب يقع عليه فعل الفاعل، وبه يتم معنى الجملة التي يقع فيها، فيكون أحد أركانها. مثال: سافر التاجر. نلاحظ هنا من سافر التاجر، والجملة مفهومة وهي لا تحتاج إلى مفعول به ليتم المعنى، لذلك هنا الفعل سافر هو فعل لازم يكتفي فقط بالفاعل ولا يحتاج إلى مفعول به ليتم معنى الجملة. أما في الجملة الثانية: راجع التلميذ الأمثولة. إذا قلنا راجع التلميذ وتوقفنا هنا، نلاحظ أن الجملة لم تكتمل، لذلك هنا الفعل راجع يحتاج إلى مفعول به ليتم المعنى، لذلك الفعل راجع هو فعل متعد. فإذا الفعل المتعدي هو الفعل الذي يتجاوز الفاعل إلى مفعول به ليتم به معنى الجملة. مثال الجملة الثانية: سنتعرف الآن على موقع المفعول به في الجملة. غالباً ما يقع المفعول به بعد الفاعل. قرأ يوسف الكتاب. الجملة مؤلفة من فعل وفاعل ومفعول به، ولكن المفعول به قد يتقدم على الفاعل حيناً وعلى الفعل والفاعل حيناً آخر. مثال الجملة الثانية: قرأ الكتاب يوسف. من الذي قرأ؟ يوسف الفاعل. ماذا قرأ؟ الكتاب. نلاحظ أن المفعول به توسط الفعل والفاعل، أي جاء بينهما وقد يتقدم عليهما. مثال الجملة الثالثة: كتاباً قرأ يوسف. فإذن ابتدأت الجملة بالمفعول به، فإذا المفعول به يقع بعد الفعل المتعدي والفاعل، ولكنه قد يقع بينهما أو قبلهما، أي في بداية الجملة. أنواع المفعول به: كما هو معروف أن المفعول به هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل ويكون منصوبا في المفرد، في المثنى، وفي الجمع. أنواعه: قد يأتي المفعول به اسماً ظاهراً، مثال اسم العلم: التقيت سميراً ليلة أمس. وقع الفعل على كلمة سميراً، فإذن هو المفعول به. قد يكون اسم جنس، واسم الجنس هو الذي لا يختص بواحد دون آخر من أفراد جنسه، مثل لبن، رجل، امرأة، دار، كتاب، حصان. شربت لبناً، فإذن أنا الفاعل، يمثلني التاء في محل رفع فاعل. ماذا شربت؟ لبنا. فإذا لبنا هو المفعول به منصوب بالفتحة. قد يكون اسم إشارة: قطفنا تلك العناقيد. نحن قطفنا. ماذا قطفنا؟ تلك. اسم إشارة مبني وقع في محل نصب مفعول به. قد يكون اسما موصولا: رافقت الذي يقدرني. أنا رافقت. على من وقع الفعل؟ على الذي. الذي اسم موصول مبني وقع في محل نصب مفعول به. وقد يكون المفعول به اسم استفهام، مثال: من تنادي؟ الإجابة على هذا السؤال: أنادي فلانا. فإذا من تمثل فلانا، وفلانا هو مفعول به، فإذا من اسم استفهام مبني وقع في محل نصب مفعول به مقدم. ماذا تقرأ؟ ماذا أقرأ؟ أقرأ قصة. فإذا ماذا تمثل قصة، وقصة هو المفعول به، فإذا ماذا اسم استفهام مبني وقع في محل نصب مفعول به مقدم. وقد يأتي المفعول به أيضا اسم شرط: ما تزرع
تحصد أو من تصادق أصادق، ما لغير العاقل من للعاقل. ما اسم شرط يجزم فعلين مضارعين، يسمى الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، في محل نصب مفعول به أيضا مقدم. ثانيا، قد يكون المفعول به ضميرا متصلا، والضمائر المتصلة بالفعل المبنية في محل نصب مفعول به هي الكاف، الهاء، الياء والنا. شاهدتك، أنا شاهدت، على من وقع الفعل؟ على الكاف، فإذا أنت تمثلك الكاف. الكاف ضمير متصل مبني وقع في محل نصب مفعول به، أو شاهدتك أو شاهدتكما أو شاهدتكم. رأيته، أنا رأيت هو، فإذا هو تمثله الهاء، الهاء ضمير متصل مبني وقع في محل نصب مفعول به. يعرفني منذ صغري، من الذي يعرف هو؟ من يعرف أنا؟ فإذا علي وقع الفعل، الياء ضمير متصل مبني وقع في محل نصب مفعول به. زارنا المحتاج، المحتاج هو الفاعل، من زار؟ زار نحن، فإذا علينا وقع الفعل، وما يمثلنا أنا؟ أنا ضمير متصل مبني وقع في محل نصب مفعول به. كما قد يأتي المفعول به مصدرا مؤولا، والمصدر المؤول من أن والفعل المضارع المنصوب. مثال: أحب أن أقول الحقيقة. أن حرف نصب ومصدر واستقبال ينصب الفعل المضارع. أقول فعل مضارع معرب منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وفعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. والمصدر المؤول من أن وما بعدها مبني واقع في محل نصب مفعول به للفعل أحب. ماذا أحب؟ أحب أن أقول الحقيقة، أو أحب قول الحقيقة، فإذا المصدر المؤول من أن أقول هو قول. كما قد يأتي المفعول به جملة فعلية: حسبتك تلعب. ماذا حسبتك؟ أنك تلعب. تلعب هو الفعل، فعل مضارع مرفوع، وفعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، والجملة الفعلية تلعب مبنية واقع في محل نصب مفعول به للفعل حسبتك. كما هو معروف أن المفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة إذا كان صحيح الآخر. مثال: كسر الطفل الإبريقة. الفعل كسر وقع على الإبريقة وهو صحيح الآخر، لذلك الفتحة ظاهرة. أما إذا كان معتل الآخر بحرف العلة الألف، مثال: عاقب المعلم الفتى المشاغب. هنا الفعل عقب وقع على الفتى وهو المفعول به، منصوب بالفتح المقدر على الألف للتعذر لأنه معتل الآخر. أما إذا كان الاسم معتلا بالياء أو بالواو، فتكون الفتحة أيضا ظاهرة لأن الفتحة خفيفة على حرف الياء والواو. ثالثا، تكون الفتحة مقدرة على ما قبل الياء لانشغال المحل بالحركة المناسبة. مثال: رأيت صديقي. أنا رأيت، التاء في محل رفع فاعل، وقع الفاعل على كلمة صديق. كما نلاحظ أن الفتحة لم تظهر على حرف القاف لأنه الحرف الأخير من كلمة صديق، إذ لا يمكننا أن نضع الفتحة لاتصال الياء بها، فإذ لا يمكننا أن نلفظ الفتحة على القاف مع الياء بعدها، لذلك نقول الفتحة المقدرة على ما قبل الياء انشغال المحل بالحركة المناسبة وهو مضاف، والياء في محل جر بالإضافة. أما إذا كان المفعول به في المثنى، مثال: ساعد الأمير المحتاجين. فإذا الفعل ساعد وقع على كلمة المحتاجين وهو مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، وننتبه إلى النون في المثنى تكون مكسورة. أما إذا كان المفعول به جمعا مذكرا سالما، علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. مثال: أكرم المدير العاملين. العاملين هو المفعول به، وننتبه إلى النون مفتوحة في جمع المذكر السالم. عندما يكون المفعول به جمعا مؤنثا سالما، علامة نصبه تكون الكسرة عوضا عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. مثال: هنأ الطبيب الممرضات.
هنا الفعل هنأ وقع على الممرضات، فإذا الممرضات مفعول به منصوب وعلامة نصب الكسرة عوضا عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. أما إذا كان المفعول به من الأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة هي أبو، أخو، حمو، فو، وذو، تكون منصوبة بالألف لأنه من الأسماء الخمسة. أحترم أباك أو أخاك، فإذا أباك مفعول به منصوب علامة نصب الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني واقع في محل جار بالإضافة. وظائف المفعول به. لماذا نجد المفعول به في الجملة؟ وجود المفعول به في الجملة يزيل إبهام الفعل. فعندما أقول أكل سمير تفاحتين، هنا أزلت الغموض، عرفت ماذا أكل سمير تحديدا إذ حددت أنه أكل تفاحتين. ومن الأفضل والأبلغ تقديم المفعول به على الفعل والفاعل. لماذا؟ حين يراد إبرازه والتشديد عليه. عندما أقول أسداً صرع رامي، هنا أؤكد أن أسداً قام بصرعه رامي للتشديد على كلمة أسداً. أو حين يسأل عنه، لأن السائل متشوق لمعرفته، فحين تسأل ماذا نال سليم؟ فإن جوابك وساما نال سليم أبلغ وأفضل من أن تقول نال سليم وساما. وأخيرا الواجب لنهار الأربعاء حفظ القاعدة في الكتاب في الصفحة 88-89.